السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا الفصل الرابع من قصة عقبة بن نافع، الفصل بعنوان الزحف إلى طرابلس. خدنا في الفصل اللي فات إن عمرو بن العاص قام بفتح برقة، ولكن عمرو بن العاص ما كانش هدفه الوحيد فتح برقة، ولكن كان يتطلع إلى فتح إفريقية كلها. طب إيه هي إفريقية؟ إفريقية المعروفة بالقطر التونسي. يلا بينا نشوفوا إيه اللي حصل ونشوفوا إزاي تم فتح طرابلس. كان عمرو بن العاص عارف ومتأكد ان مهمة الجيش الاسلامي كانت مهمة صعبة جدا جدا جدا، لان عشان يفتح افريقية كلها هو كان لازم يقطع مسافات واسعة من الارض اللي بيقيم فيها البربر والروم. بس كده لا، ده كمان البربر والروم دول معروفين بالشجاعة في الحروب، وان هما ما بيستسلموش غير وهم مرغمين. يبقى واحد ان فتح القطر التونسي ده كانت مهمة صعبة جدا. ليه؟ علشان لازم نجتاز مساحة واسعة من الأراضي، وده هياخد مجهود منهم كبير. تاني حاجة إن البربر والروم دول معروفين بالشجاعة في الحروب وعدم الاستسلام إلا وهم مجبرين على ده، يعني مش بيستسلموا غير بعد ما بيحاولوا مرة واثنين وثلاثة، لو ما لقوش فايدة بيضطروا إن هم يستسلموا. ولكن عمرو ابن العاص ما كانش خايف من ده. ليه؟ عشان طول تمرسه بالحروب، لان هو مارس حروب كتير ودخل في معارك كتير، فما كانش خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل له لما هيفتح افريقية، وكان لا يخاف اقتحام الاهوال ولا يهاب ملاقات الشدائد، يعني ما كانش بيخاف من اي حرب مهما كانت صعوبتها. تعالوا نشوفوا مكان عمرو ابن العاص بيفكر في فتح طرابلس. اول حاجة، ايه هدف عمرو ابن العاص من الفتح؟ اول حاجه هدفه من الفتح هو نشر الاسلام في القطر التونسي. يعني كان هدفه من ايه؟ من البلاد اللي هو بيفتحها ان هو ينشر الدين الاسلامي فيها. طب ليه كانت مهمه الجيش الاسلامي صعبه للوصول الى افريقيا؟ قلنا اول حاجه لانه سيقطع مساحات واسعه من الارض اللي بيقيم فيها البربر والروم. طب والبربر والروم دولت معروفين بايه؟ معروفين بالشجاعه والقوه وعدم الاستسلام الا وهم مرغمين. طب ليه عمرو بن العاص ما كانش خايف من كل ده؟ علشان هو كان متمرس في الحروب لطول تمرسه وخبرته بالحروب ولكثرة المعارك التي خاضها. طب ايه اللي صعب مهمة فتح طرابلس؟ قال لي كان فتح طرابلس صعب جدا. ليه؟ قال لي لان المدينة دي كانت بتتميز باسوارها العالية وحصونها القوية. الاسوار بتاعتها كانت عالية وحصونها كانت قوية، ده كان هيصعب اقتحام الجيش الاسلامي ليها. قال لي كمان أهل طرابلس سمعوا باللي حصل في برقة، فعملوا إيه؟ أول ما عرفوا إن الجيش الإسلامي هيروح هناك تحصنوا في مدينتهم. يبقى عندي سببين خلى فتح طرابلس صعب. أول حاجة إن أسوار المدينة دي عالية وحصونها قوية. تاني حاجة إن أهل طرابلس راحوا واحتموا في مدينتهم واستخبوا عشان كانوا عرفوا بما حصل من في فتح برقة. طيب المسلمين قعدوا محاصرين طرابلس قد ايه؟ قعدوا محاصرينها لمدة شهر، وبعد كده حصل مفاجأة هي اللي خلتهم يستطيعوا دخول طرابلس. طب ايه الاسئلة اللي ممكن تجري في الامتحان؟ اول حاجة، ما هدف عمرو بن العاص من الفتح؟ قلناها ان هو كان هدفه من الفتح ان هو ينشر الدين الاسلامي. قلنا ليه مهمة الجيش الاسلامي ما كانتش مهمة سهلة؟ عشان هيقطع مسافات واسعة من الاراضي، والبربر والروم دول معروفين بالشجاعة والقدرة وعدم الاستسلام في الحرب. ثالث سؤال، لماذا لم يخف عمرو من الشدائد التي تواجهه في فتح إفريقية؟ قلنا لطول تمرسه وخبرته الطويلة بالحروب. اثنين، لكثرة المعارك التي خاضها. طب ايه اللي صعب مهمة فتح طرابلس؟ ان اسوارها عالية وحصونها قوية، واهل طرابلس على طول احتموا وتحصنوا في مدينتهم لعلمهم بما حدث في برقة. ما المدة التي حاصر فيها عمرو الجيش الإسلامي لطرابلس؟ الوقت ده ما كانش قادر ان هو يقتحم ويدخل المدينة. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لي في حاجة اسمها ايام الجزر. في حاجة اسمها ايام الجزر. الايام دي اللي بيحصل فيها المية بتنحسر، بتدخل جوه عن الشاطئ، بتدخل جوه عن الشاطئ. ولما حصل ده في ايام الجزر، المية انحسرت ودخلت عن الشاطئ، كان دخول المدينة أمر سهل وميسور من جهة إيه؟ من جهة الشاطئ. فتمكن عمرو بن العاص والجيش الإسلامي من دخول المدينة.
طب اول ما اهل المدينه دول عرفوا ودخل عمرو بن العاص المدينه عملوا ايه؟ قال لي فر وهرب عدد كبير منهم في السفن اللي كانت راسيه على الشاطئ. وبعد ذلك سقطت طرابلس في ايدي المسلمين، واول ما المسلمين تمكنوا من المدينه بنوا فيها مسجد وسموه مسجد عمرو. مسجد عمرو بن العاص ده طبعا بيقال ان فيه مسجد تاني اتبنى على انقاضه اسمه مسجد احمد الكرماني. بعد كده عمرو بن العاص ما اكتفاش بفتح برقة وطرابلس، وكان عايز يسيطر على بعض القبائل المقيمة داخل الصحراء. طب ليه كان عايز يسيطر عليهم؟ لانه كان يخشى ويخاف ان تهب منها بعض الهجمات على المسلمين في مدينة برقة ومدينة طرابلس. سيطر على هذه القبائل. تعالوا نشوفوا ايه الاسئله اللي ممكن تيجي على الجزء ده. ما المعجزه التي حدثت عند فتح طرابلس او كيف استطاع الجيش الاسلامي دخولها؟ قلنا انحصر الماء عن الشاطئ في ايام الجزر. طيب الميه اصبحت ايه؟ اصبح الشاطئ جافا ففتحها وهزم اهلها. ايه اللي حصل بعد دخول الجيش الاسلامي الى طرابلس؟ قال لي فر عدد كبير منهم في السفن التجاريه الراسيه على الشاطئ. ايه اول شيء قام به المسلمون بعد دخول طرابلس؟ هو بناء مسجد سمي مسجد عمرو. طب ماذا حدث له بعد ذلك؟ قال لي تهدم هذا المسجد وبني على انقاضه مسجد احمد الكرملي. لماذا اراد عمرو بن العاص السيطره على القبائل المقيمه في الصحراء؟ قلنا حتى لا تهب منها الهجمات على المسلمين اللي موجودين في برقه وطرابلس. سؤال مهم جدا، ايه الفرق بين اهل برقة واهل طرابلس؟ قال لي اهل برقة لما جاء الجيش الاسلامي رحبوا بيه ابلغ ترحيب واستقبلوه اروع استقبال، ولكن اهل طرابلس لما علموا بقدوم الجيش الاسلامي تحصنوا داخل مدينتهم، وده جعل ان الاستيلاء على هذه المدينة يبقى امر صعب. كده الفصل الرابع خلصناه، ياريت نحل الاسئلة بتاعته اللي موجودة في البوكلت. نتقابل ان شاء الله في الفصل الخامس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.